السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة مع عادل بومرداسي. اليوم أحضرت لكم ثوم الذكر. كما تلاحظون، هذا هو شكل ثوم الذكر. هذا هو شكلها كما تلاحظون، فهناك الكثير لا يعرفها. فيوجد بداخلها حبة واحدة مملوءة بالماء. كما تلاحظون، هذا هو ثوم الذكر. فيها الكثير من المعادن. نذكر هذه المعادن، وهي المنغنيز والسيلينيوم وفيتامين B6 وفيتامين C، ويوجد فيها أيضا الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والنحاس، ويعني فيها كثيرا، ويوجد فيها يعني كميات كافية من الألياف والكربوهيدرات كما تلاحظون. فثوم الذكر يعالج يعني السرطان، ويعالج أيضا لمن له التأخير في الإنجاب، ويعني يقوي الأسنان ويعالج أيضا اللثة، وأيضا يقوي الشعر، وأيضا يقوي البصيلات، وأيضا يعالج الثعلبة. ولكي نعالج به الثعلبة سوف أريكم الطريقة. نقول مثلا هنا توجد الثعلبة في هذه المنطقة، وأحضر جيلات وأنزع هنا في هذه المنطقة جيدا. أنزع يعني هذا الشعر الرقيق، يعني نقول بأن هنا هي منطقة الثعلبة. يعني الثعلبة تجدون يعني هي نجدها يعني في الرأس وفي اللحية، يعني نجد منطقة صغيرة لا يوجد بها الشعر. ثم نحضر يعني جيلات أو موس، ونقوم بالتشريط، تشريط رقيق، ثم يخرج الدم ونقوم بمسحه. ثم نحضر الثوم ذكر ونقسمها إلى نصفين، ثم نحك هذه المنطقة. نحك ثم تشعرون ب يعني ألم خفيف هنا، لأنه مضاد حيوي. تحكون هذه المنطقة. وإذا كنتم أيضا تريدون يعني جعل اللحية أكثر كثافة، عليكم أيضا بنزع اللحية بالجيلات، وبعد الإتمام أيضا تحضرون ثوم الذكر كما تلاحظون، ثوم الذكر، وتحكون الذقن كله بعد حلقه الجيلات. تحكون كل منطقة في الوجه، تحكون جيدا، فيعني تشعرون ب يعني تشعرون بألم خفيف، يعني هو مضاد حيوي. ثم ستلاحظون النتيجة، يعني بعد أيام، بعد يومين ستنمو اللحية بكثافة. يعني استمروا بهذا يعني كل مرة في الأسبوع لمدة شهر، وستكون هناك نتيجة رائعة جدا. كما قلت لكم بأن ثوم الذكر مفيدة جدا للقضاء على الثعلبة، وهي تقوي الشعر، ومفيدة للكثير من الأمراض، وأيضا تعالج ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار، ويعني
تعالج أيضا الميكروبات في الجسم كذلك، أنصحكم بها. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسونا بالاشتراكات والتعليقات، وسوف أرد عليكم في هنا في الأسفل. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.